المحرمات تنقسم إلى أربعة أقسام. تشتي حرامي دفنا تشور قسم هذا صغائر يتوتك وأعلى من الصغائر الكبائر. هنا كي يشتوتك تيو ماستر أو نو مازنن كالربا مثلا أكل الربا قد الربا يعني فايز. وأعلى من الصغائر من الكبائر الشركة الأصغر ويا شركة تشوتك كالحلف بغير الله مثلا الربع عالمي بيشتر تشتكي رسوم بخي. وأعلى من الشركة الأصغر الشركة الأكبر يا دجي شركة مازن كالذبح للجن لأصحاب القبور مثلا تبيني قبرك يرى قربانك يشارجك السجود للصنم يا دات بوتك يرى عبادتك بكي سجد بكي